يعني هو طبعا التحكيم فيه طفره كويسه بس مش المأموله، يعني مش هي المأموله في اللي انت معلش بتنتظرها. معلش ايه الطفره كويسه؟ لا في طفره اللي هي كويسه فين؟ اللي هي فين؟ لما تقارن بالسنتين اللي عدوا يا كابتن باللي كان بيحصل. تمام، انت كنت الجون اخر ماتش السنه اللي عدت، افتكر المنظر، الجون بتاع بيرستاو يعني كان كارثه. يعني لما تقارنه بالسنتين اللي عدوا وتشوف كم الاخطاء والنقط اللي فقدها الاهلي والنقط اللي راحت لانديه تانيه مقارنه باللي بيحصل السنه دي، لا الفارق كبيره جدا يا كابتن، جدا فوق ما تتخيل. ممكن تكون مش اللي احنا مستنينا. متفق معاك. انا ممكن اتفق معاك في هذا الكلام. ام كلاتنبرج احنا كنا في منطقه تانيه، وجهه نظري يعني. لا انا شايف ان السنه دي انا اصلا تملي مشكلتي ان انا بقارن بالسنتين اللي عدوا. انا ده المقياس بالنسبه لي، لان السنتين اللي عدوا كان فيهم اخطاء كارثيه. فلما تقارنهم تحطهم جنب السنتين اللي عدوا، لا يبقى احنا ماشيين كويس نسبيا. فانا شايف ان النادي الاهلي بيقول لك تطوير، هو حتى قال لك يعني انتقادات، بس احنا عايزين نطور، عايزين نشتغل على التحكيم. الناس دفعت بعناصر جديده بس عندها اخطاء برضه، فانت لازم تشتغل على جزئيه ان تحسن الصوره، تعمل دورات، تبتدي تشتغل. انت عندك اجازه دلوقتي مثلا لمده شهر، في انديه تعمل اعداد. طب ما تعمل اعداد للحكام برضه، ما اعرفش هم في توجه ان هم يغيروا رئيس لجنه الحكام، انا ما اعرفش. بس هل لو هيغيروه يجيبوا حد مثلا يكون زي كلاتنبرج؟ لو مش هيتغير يكون في توجيه بقى في الاعداد للحكام، ان تعمل معسكرات زي ما بتعمل تقنيه الفيديو. انت عندك مشكله كبيره جدا فيها، يعني تقنيه الفيديو تحديدا عندك مشكله كبيره جدا. ممكن يكون الحكم بيغلط، بس لازم يكون تقنيه الفيديو يعني تساعد الحكم في تنفيذ العداله. اعتقد احنا عندنا مشكله في الحته دي. اه فلازم الشهر ده نستغله ان احنا مثلا يبقى في دورات فيها كتير، تبقى في محاضرين، تجيب ناس من بره تشتغل على انها تثقف الحكام، او تديهم دورات تشتغل على حته الخطوط اللي احنا عاملين لنا صداع بدل ما هي خطوط مش عارف ازاي حاجات كده. يا جيمس بص يا كابتن، هو طبعا مش هزود على كلام طبعا صعب الحكيم، بس انا شايف ان البريرا عليه ادوار كتير جدا لازم تظهر خلال الفتره. هو بريرا هيكمل ولا لا؟ لا مكمل. سؤال بريرا مكمل. بريرا مكمل وطالب طلبات للموسم الجديد يعني. طلبات؟ ما طبعا حته الالغاء بتاعه الحكام الاجانب. مش عايز حكام اللي موجود في رابطه الانديه. لا خلاص هو ده بند موجود ده عايز يتحط في اللائحه قبل بدايه الموسم الانديه توافق عليه عشان ما حدش يطلب. وده مش هيحصل. اوكي. ليه مش هيحصل؟ الانديه دايما رابطه الانديه بتشوف ان ليها الحق ان هي في اي مباراه عاوزه فيها طاقم تحكيم اجنبي انت بتدفع الفلوس بتاعته اللي هو 40,000 دولار بجانب انك بتبلغ اتحاد الكوره قبلها باسبوعين. طبعا الفتره اللي فاتت يمكن بريرا نجح شويه ان هو يخلي الماتشات اللي هي الكبيره زي الاهلي وبيراميدز في كاس عشان ما بيبقاش فيها اتفق معاك شويه، بس في نفس التوقيت هو صم يعني، هو صم مع القرار شويه فتصميمه الحمد لله ان انا لقينا يعني بيصمم. بس برضه اقول لك حاجه يا كابتن، هو فيها طبعا اكتر من حاجه. يعني انت دلوقتي النادي الاهلي مثلا في مباراه في الدوري حابب ان هو يجيب طاقم تحكيم اجنبي، لو عمل الشروط هيجيب طاقم حكام اجانب. ده اللي كان مثلا في المباراه الاخيره من الاهلي والزمالك، الزمالك ما كانش قدم اي حاجه خالص اتحاد الكوره ان هو يجيب طاقم تحكيم اجنبي، كانت مجرد تصريحات. ده اللي خلى ان النادي الزمالك ما جابش طبعا حكام اجانب. ده نقطه مهمه جدا طلبها بريرا. طبعا بريرا بقى بيفتقد ايه؟ بيفتقد حاجات كتير. احنا محتاجين ان حكام الدوري الممتاز يكون عندهم تطوير اكتر من كده في ماتشات الدوري، الاخطاء يمكن بتتكرر هي، وده يقول لك ان هم محتاجين معسكرات تدريبيه. ما عملش غير معسكر واحد كان في بورسعيد، كان لمده 10 ايام وللحكام الدوليين اللي هم حكام الصفوه، يمكن هم الدوليين طبعا اللي معاه بجانب كام حكم تاني هو شايف فيهم تطوير وشايف ان هم من الحكام الكبار في الكره المصريه. هو لكن اللي احنا هو طبعا هو ماشي. واللجنه بس هو محتاج تطوير بشكل كبير جدا، محتاج تطوير في التعيينات بشكل كبير جدا، لان خلينا صراحة مع بعض كلنا عندنا مصادر حكام بتتكلم في قصه التعيينات دي بشكل كبير. محتاج ان هو يحل للحكام قصه المستحقات. ما تقوليش كلمه وتسيبني وتمشي. طيب. يعني ايه الحكام بتتكلم في قصه التعيينات اللي هي يعني الحكام يعني في بعض في انا ممكن اكون فاهم ماشي في بعض في بعض الحكام بتبقى شايفه في بعض الحكام بتبقى شايفه ان هي يعني مظلوم حقها، محتاجه انها تاخد ماتشات اكتر، محتاجه انها تظهر بشكل اكبر، محتاجه ان هي لو حكام فار تتواجد كحكم ساحه عشان يتم اختيارها في الكاف ويتم اختيارها خلال الفتره اللي جايه. طبعا كل الحاجات دي ده دور لجنه لازم تقدمها للراجل، لان هو راجل في الاول وفي الاخر انا مفترض منه انه يبقى دوره تطويري اكتر ما هو داخل في قصه التعيينات ومين يعين هنا ومين يبقى موجود هنا. اما مين اللي هيعين؟ طب ما هو دور اللجنه ايه يا كابتن؟ هو لازم دور اللجنه بيقدم له التقارير الكامله والتقارير الصحيحه للتعيينات، ما نشوفش ان الحكام تبقى متكرره. الكامله والصحيحه. ايه؟ الكامله والصحيحه. الكامله والصحيحه دي مهمه جدا عشان تقدر ان انت تختار. بتتكلم برضه يا كابتن على مشكله بتواجه التحكيم بشكل كبير جدا، مستحقاتهم المتاخره لما توصل لاكثر من 10 شهور. 20 مليون. طبيعي برضه يا كابتن ان 10 شهور ده كتير جدا على الحكم، انت مش مديله او مش موفر له كل شيء عشان يقدر ان هو يبدا او يقدر ان هو يدي اكتر ما عنده. الفتره الجايه
انا عارف ان هيشهد برضو معسكر، يمكن بيرتبوا دلوقتي المعسكر برضو الحكام، بس برضو الحكام يمكن هي الصفوه او الحكام اللي هم برضو حكام الدوليين بالنسبه للحكام اللي هو شايف فيهم ان هم هيديهم الموسم الجديد. بيان النادي الاهلي كان مهم جدا قبل بدايه الموسم الجديد، ان هو حابب ان هو يشوف تطوير في منظومه التحكيم المصري، هو شايف ان هو محتاج التحكيم المصري الاخطاء ما تتكررش اكتر من كده، لان فعلا الحكام يا كابتن محتاجه تطوير بشكل كبير جدا، خاصه زي ما استاذ عبد الحكيم قال في تقنيه الفيديو. تقنيه الفيديو كل شويه بنسمع حاجتين، اصل الحكم جات له الزاويه اللي مش عارف يحكم منها الكره دي ضربه جزاء او طرد او ايا كان الكره ايه، بجانب كمان ان احنا مش عارفين اصل الخط محطوط ازاي. انت بتدخلني كجمهور او بتدخلني كناقد رياضي في قصه مش قصتي، قصه الخط والخط اتحط على اخر مدافع ولا لا، الخط اتحط على المهاجم، دي قصه المناخير، دي قصه مين يا كابتن؟ دي قصه لجنه، قصتك انت، انت المفروض تحلها مع كابتن. انت بتشوف بره ما بتاخدش مثلا 20 ثانيه 30 ثانيه، بيديك الكونفيرم على طول. صح. بس من غير بيحطوا ما بيحطوش خطوط، الخطوط عندهم. انت هنا انت هنا انت هنا امبارح مثلا في كوره قعدنا شويه، يا لا ده كوره الجون بتاع الجون الثالث على ما اعتقد بتاع الاهلي بتاع طاهر، الجون الثالث بتاع طاهر. طاهر الكوره احنا من اول ما خدتش، مش محتاجه، خد حوالي مثلا ما يقارب من دقيقه و10 ثواني، مع ان الكوره لا تحتاج. معلش استوى برضو عايز يتاكد ومش عايز يغلط، يمكن بس برضه يعني كابتن الكوره واضحه يا كابتن، الوقت المهم كابتن جدا يا كابتن، فيها 2 متر انا شايفها قايل ان هي مش اوف سايد، وهي جول. لا ده لما شفتها لا يعني انا من اول لقطه قلت مش اوف سايد. ليه؟ لان في يعني مسافه ما يقلش عن متر ونص او متر. اسمه ايه فاروق مغطي بتاع متر، مغطي كتفين مثلا، لا ده على الاقل متر. فانت انت احنا نشوفها من اول مره لان هي واضحه. أوكي. لكن عارف لو فيها مثلا 10 سم 20 سم تبقى صعبه شويه، هتبقى صعبه. لكن دي في مسافه احنا كنا قاعدين. لا بس يا كابتن دلوقتي حكم الفيديو ده المفروض دوره او حكم الساحه دوره ان هو بيرجع للفيديو في القرار الصعب، في القرار اللي هو الفيديو ممكن يجيبه عشانه. صح. ولكن مش كل حاجه يتم الاعتماد على الحكم الفيديو او على حكم الفار، هو بيحس ان الحكام دايما بتحاول قد ما تقدر انها تعتمد على حكم الفيديو. طب ما تاخد قرارك وهو لو في غلط هيرجعك، لكن انا بحس الحكم مستني الفار يقول له دي فيها ايه، تعال شوفها. عشان كده من وجهه نظري يا كابتن لازم يكون في معد نفسي للحكام. معد نفسي لان في عدم ثقه. ما هو الوقت ده ليه؟ في لقطه كده كان حكم مساعد اول ما عمل الكره دي جرح، اول ما الفار ده له كونفيرم عمل يعني بسيد وشو. عارف ده ليه؟ من كتر الضغط. من كتر الضغط. صحيح. تمام. لما بتوفر معد نفسي. اللقطه دي خدت احسن لقطه. احسن لقطه في لا انا مش بتكلم على اللقطه، انا بتكلم على معظم الحكام. هو حكم حكم الفيديو ده ليه خد دقيقه و10 ثواني رغم ان احنا اشخاص عاديين بالعين المجرده شايفينها ليه؟ خايف من كتر الضغط، خايف من كتر اللي بيحصل في السيوله التحليليه اللي بيحصل في السوشيال ميديا. دور المعد النفسي وهالنادي الاهلي جاب معد نفسي، والمعد النفسي على فكره ما هو موجود في كل دول العالم. يعني انا مش شايفها مشكله، يعني شايف المعد النفسي يجي يحضر المحاضرات. شفت النادي الهلال الطاقم التدريبي فيه كام واحد؟ 16 واحد. ماشي هنبقى نتكلم في فانا بقول لك ان لازم في المعسكرات اللي جايه، كان هيعمل معسكر ولا اتنين للصفوه ولا للدوليين، لازم يكون في معد نفسي بتحاول تخلي الحكام ما تتاثرش باللي يحصل على السوشيال ميديا، بيحصل من الضغوط. اشتغل. لا لو بيحصل في بعض الاماكن يعني مثلا لو واحد طلع يهاجمك يشتمك، لازم تعزل نفسك وتتعود انك تعزل نفسك عن الضغوط. ده جزء مهم جدا.